كان لطيف معايا في الأول وكريم معايا، ما قصرش في أي حاجة. حاول يلطف الجو بيني وبين بسنت عشان الدنيا تمشي. الحاجة الوحيدة اللي كدبت عليه فيها، ما حافظتش على عهدي معاه، هي عيلتي. ما كانش ينفع أسيبهم في الظروف اللي أنت شايفها دي. زي ما رعيت ربنا فيه، رعيت ربنا في أهلي. حد كده وعداك العيب؟ آه، هو الحد كده فعلاً وبس. بس بعد رجوعي من بره ودخولي الفيلا حصلت مشاكل كتير قوي مع بسنت. كانت دايما بتحسسني انها ست البيت، تقعد تلقح عليا بالكلام عن فرق السن اللي بيني وبين ابوها، وانها انا بنت ناس، ان انا شكل ما يديش ان انا متأصله زي عيلة امها. كل يوم كان بيعدي عليا في البيت بحس ان انا ببعد عن سالم، وان السجن اللي انقذني منه ثمنه غالي قوي. أنا برضو تقريبا كنت عايشة في سجن كل يوم. كل العز اللي انت فيه ده وبتسميه سجن؟ لما تحس نفسك صغير قوي، تتشتم تتهزق وتتضرب، ده مش شغالين، مش قادر تقول حاجة، ده تسميه ايه؟ عشان كده عملت فيلم الخطف انت واخوكي. بعد الانفلات الأمني اللي حصل في البلد وحوادث الخطف اللي كنا بنسمع عليها كل يوم، وإحساسي إن وجودي في البيت بقى على كف عفريت، فكرت فكرة كده. كلمت علي أخويا، خليته يكلم فوزي ابن عمي، بيعملوا إن هم خطفوا وجيا، ونطلب فدية 10 مليون جنيه أأمن بيهم مستقبلي أنا وابني، عشان لو بسنت غدرت بيا وخالد سالم يغدر بيا في يوم من الأيام. وأنا جيت أنقذتك وبوظت كل حاجة. هتصدقني لو قلت لك إني بحمد ربنا إن ده حصل؟ تحمدي ربنا؟ تحمدي ربنا ان انا ضيعت منك 10 مليون جنيه؟ طب حطي نفسك مكاني وعقليها، ازاي؟ انا حكيت لك حاجات انت لو قلتها هتعرف قد ايه انا كنت صريحه معاك، ما خبيتش عنك اي حاجه، حتى لو اللي انا قلته لك ده هيغير نظرتك فيا. فكره الخطف دي جت لي في لحظه ياس، مش تضحك عليا فيها، حسيت ان في يوم من الايام هخرج بالبيت ده وانا خسرانه شبابي وصحتي في خدمه راجل اكبر من ابويا، على اساس ان هما من طينه واحنا من طينه تانيه. بدي اللي انا عملت حسابه حصل، جايز جدا كنت سالم كتب كل فلوسه باسم بسنت يوم جوازتها، وابقى طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا. ايوه، بس انت عندك وجيه والضنا غالي زي ما بيقول. تفتكر واحده زي عيلتها كده ضهرهم للحيط تقدر تقول بم لو سالم الجرح اللي بكل جبروته طردها وخد ابنها ورماها بره؟ دكتور جاي. انا جوه. عن اذنك اخش اشوف بابا. خدي وقتك خالص. ها، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا ريس. فتح عينيك كويس. هاي. الو. هاي. هاي سايسو. ازيك يا سليمان؟ باشا، عامل ايه؟ انا تمام. أنا بكلم سالم بيم الصبح، قافل تليفونه ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ آه، ما هو طلع البحر عشان المصلحة بتاعت حسونة. وأنت عارف بقى لما بيطلع البحر بيقفل كل تليفوناته علشان محدش يقدر يقطره ويعرف هو مسافر في أي بلد. طب وبعدين؟ ده أنا عندي عملية كبيرة قوي فيها غلة بالهبل، بس مصاريفها ياما. ما عندكش حل بقى غير إنك تستنى لما يرجع. طب ما قالكش هيقعد قد ايه المرة دي؟ يعني يومين ثلاثة بالكتير. الكلام ده على ضمانتك يا سليمان؟ واضح ان المسألة مستعجلة قوي. عموما لو كلمني انا هفهمه الليلة كلها واطمنك على طول. وانا استنى تليفونك. سلام. منورين يا معلمين.
أنا عايزكم تطمنوا على آخر الأسبوع فلوسكم كلها هتكون جاهزة بإذن الله. يا معلم أبو العز لو عندك مشكلة إحنا ممكن نشوف لك شريك. ولا شريك ولا فريك يا قرش، أداوي قدود وأشيل أي عملية لوحدي. كلامك مظبوط يا سيدي الناس، على البركة إن شاء الله. بدعتكم هتوصل إمتى؟ طمنيني الدكتور قال لك ايه؟ هيعمل لها العمليه اول ما يظبط لها الضغط والسكر. يا مسهل يا رب. مالك؟ خايفه من اللي جاي. سالم لا قدر الله لو جرى له حاجه بس انت هترميني انا وابني في الشارع. تعرف انا دخلت المكتب امبارح قعدت ادور على الاوراق من وراه اللي كاتب فيها كل حاجه باسم بسنت بس ما لقيتهاش. أكيد حطيتها في الخزنة. معاكي نسخة من المفاتيح؟ لا المفاتيح ولا الأرقام. تفتكري سالم الجارح اتجوزك ليه؟ علشان أجيب له الولد. طب ما هو عنده بس. سالم عايز ولد عشان يشيل اسمه. أنت عارف إن هو قال لي لو المولود جه بنت أنزله. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني. قلتك اشوفك. القلوب عند بعضها. تشربي ايه؟ ولا اي حاجة. جاية اطمن عليكي وامشي على طول، مش عايزة اعطلك. لا لا عطلة ولا حاجة. اخبارك ايه؟ كويسة جدا والحمد لله. الشغل عامل معاكي ايه؟ يعني هو لسه بنشم نفسنا. نسبة الاشغال ماشية واحدة واحدة زي السلحفاة. بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. اهو البلد كلها ماشية زي السلحفاة. قولي لي بقى اخبار فنجالي معاكي ايه؟ اهو اديني قاعده مستنيه ومجهزه الفستان. تتريقي؟ طب هتشوفي. مش هتعدي عليكي السنه دي الا وانتي لابسه ابيض في ابيض زي ما قلت لك. دي حاجه السلطه. ايه يعني واحد غير اللي هياكلها؟ بلاش دلع خليني اكمل. طب اخد واحده كمان. يا اخي هات، هو اليوم اللي تقعدوا اجازه يجي على دماغي؟ سلام دماغك. قولي لي امك عامله ايه؟ ما خرجتش من اوضتها من صباحيه ربنا. غريبة يعني، تاني يوم ليها في الأوضة معتصمة دي ولا إيه؟ وأنا عارفة لها بقى. يا رب تكون عيلة، يا رب وقالتك في خير وشر ونخلص.